اول خبر معانا النهارده مع حضراتكم هو البيان الثالث 13 لقوات المسلحه واللي اعلنت فيه عن انجازاتها خلال الاربع ايام الاخيره، واللي اعلنت خلاله عن قيام القوات الجويه باستهداف وتدمير عدد 9 اهداف خاصه بالعناصر الارهابيه وتدمير عدد 2 سيارة مفخخه معده لاستهداف القوات بمناطق العمليات. خلينا نشوف مع حضراتكم ونتابع نص البيان ونرجع نعلق على ابرز النقاط اللي اشار اليها البيان. تفضلوا. إيمانا من القوات المسلحة بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق المواطنين واستمرارا لجهود أبناء شعب مصر من القوات المسلحة والشرطة وتنفيذا لخطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 يواصل المقاتلون تنفيذ المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من الإرهاب وفرض السيطرة الكاملة على الحدود البرية والساحلية بالاتجاهات الاستراتيجية المختلفة. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات تفيد استخدامها في إيواء هذه العناصر، وتدمير 2 سيارة مفخختين معدتين لاستهداف القوات بمناطق العمليات، القضاء على 13 فرداً من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات بمناطق المداهمات، اكتشاف وتدمير 100 ملجأ ووكر ومخزن من بينهم عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسيا بالمسارب والمدقات والمناطق الجبلية. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة. القبض على 86 فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ضبط وتدمير والتحفظ على 9 سيارات أنواع و18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 5650 كيلوغراماً من المواد المخدرة المعدة للتداول. وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تم ضبط 11 سيارة بدون لوحات معدنية تحمل كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، ومخزن جبلي يحتوي على 15,000 قاروصة سجائر مهربة، والقبض على تشكيل من العناصر الإجرامية بحوزتهم 2 سيارة بدون لوحات معدنية وعدد من أجهزة الكشف عن المعادن خلال محاولة للتنقيب عن خام الذهب
في الاتجاه الجنوبي، والقبض على 42 متسللا من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية. وعلى امتداد السواحل تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق العمليات لقطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية. كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم عدد 602 كمين ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية، وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية، بالإضافة لتأمين الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والجنوبي. ونتيجة لتلك الأعمال القتالية الباسلة والمهام المقدسة، تم استشهاد ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمناطق العمليات، لتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسؤولية التخلص من الإرهاب الأسود، متمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم. تابعنا مع حضراتكم أبرز النقاط اللي أشار إليها البيان الـ 13، ودايما في كلامنا بنتكلم عن الدولة العميقة، الدولة القوية. آلية أن يكون عندنا دولة عميقة أو دولة قوية، دايما نقول أن مصر دولة عميقة، مصر دولة قوية. لما تيجي حضراتكم نتابع اللي بيحصل في مصر دلوقتي، أننا شئنا أم أبينا إحنا في حالة حرب، البلد بتحارب. بس على الصعيد التاني مثلا النهاردة بنلاقي الرئيس بيفتتح مشروعات، وبنلاقي الحكومة شغالة، وبنلاقي الوضع البلد مستقر، بنلاقي ان البلد ماشي عادي في كل المجالات وفي كل مناحي الحياة، في حين ان احنا بنحارب وفي حين ان البلد بتحارب. وهي دي فلسفة الدولة العميقة، فلسفة الدولة القوية، فلسفة تماسك الجبهة الداخلية. ودايما رئيس عبد الفتاح السيسي بيشير وبيؤكد على هذه الجزئية، دايما بيؤكد على تماسك جبهة مصر الداخلية. هو ده اللي هيقدر، أو هي دي الفلسفة اللي هتخلي مصر تصمد أمام محاربيها، هيخلي مصر تصمد أمام مجابهة الإرهاب. إن ما ينفعش الدولة تكون بتحارب وتكون في عرقلة في الجانب الاقتصادي أو في أي قطاع من القطاعات، ما ينفعش الدولة تكون بتحارب وتكون الحكومة بتتقاعس عن قيام أعمالها. لا، إحنا ماشيين في كل الخطوط مع بعض، حتى على مستوى علاقاتنا وزياراتنا الخارجية والتبادل الدبلوماسي في المحافل الدولية، مصر بتقوم بدورها على أكمل وجه. ويمكن من أفضل السنوات اللي مصر وطدت فيها علاقاتها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية، وقامت بدورها المحوري والإقليمي. ولن ولم تنسى مصر دورها المحوري والإقليمي رغم ما تمر به من ظروف صعبة ومؤلمة. ولو كان دولة تانية مرت بالظروف اللي مصر بتمر بيها، كان زمان حالها بقى حاجة تانية مختلفة تماما. لكن تماسك جبهتنا الداخلية اللي بنؤكد عليه دائما هو اللي بيضبط إيقاع ويضبط عمل ومنظومة الدولة العميقة اللي بنؤكد عليها دائما.